اكثر من رجل البحر. كي شفتوا اليوم راه من النشاطات اللي كاين من الانشطه اللي كاينه اليوم في ميراج البحر، كاينه اللمه معروفه باللمه او الشوايه السرديه للجميع. هاد الشوايه اللي كاينه واحد 2000 ديال الشخص اليوم، كان اخفى عليكم بما السرديل ديال اسفي من احسن سرديل في العالم، وهو نوع والبوم او سردينا بيلتاردوس. واحد الناس كي داروا ان كونسيبت ديال انهم يعرضوا على الناس اللي جايين من الزائرين لمدينه اسفي باش ياكلوا السردين اللي هو المعروف به المدينه، كما كيقول السرديل بالله ماشي بالنون. و فرانشمون جاتني عجبني البلان، وزوين الماكله ديال اسفي، زوين السردين ديال اسفي. وشكرا لفيستيفال لما، وشكرا لفيستيفال البحر على الدعوه.